هل سبق أن تساءلتم ماذا يحدث في ساحة الخردة عندما لا ترونها؟ لا شيء على الإطلاق، لأنه المكان الذي يضعون فيه التكنولوجيا بعد انتهاء عمرها الإنتاجي. يراه الشخص العادي مكانا مليئا بالخردة عديمة الفائدة، أما بالنسبة لي فهو أرض عجائب الخردة المفيدة، كما أنه أقذر مكان على سطح الأرض. صدقوني، عندما تتسرب قذارات ساحة الخردة إلى ملابسكم لا يمكن تنظيفها. لا أحب الملابس المتسخة، لكن أنا لن أنفق أبداً آلاف الدولارات لشراء غسالة قوية صناعية، لذلك سأحول الخردة الأمريكية القذرة إلى آلة غسيل وتجفيف ملابس مزودة بمحرك ذي ثمانية لأقهر الأوساخ. سينجح هذا بالتأكيد، على اعتباري أنها لن تتغلب علي أولاً. أنا هاكت، أعيد اختراع الأجهزة التي ترمونها. أنتم تسمونها قمامة بينما أسميها خردة مفيدة، وأصنع بواسطتها أي شيء. سيصبح مكربناً عما قريب. إن بحثي الدائم عن خردة جديدة يجعلني أعلق في بعض الأماكن الغريبة التي لا توفر لي الكثير من المواد، لكن بالعلم والخيال سأشعل النار وبعض القوة الهمجية أن أصنع أي شيء أريده. نجحت، إنه جيد في معظم الوقت. هذا برنامج مع هاكت. الأمر الرائع في ساحة الخردة هو أنها تحتوي على المظاهر الحضارية، ففيها كل الخردة المفيدة والقطع التي تستخدم لصنع سيارة. يمكنني أن أصنع أي شيء من هذه السيارات المعطلة. المشكلة هي أنه حين تصدأ السيارات تبدأ السوائل تتسرب منها. بالإضافة إلى الأتربة يوجد بعض الزيت وسائل جهاز نقل الحركة ودموع الأطفال الذين ذهبوا في رحلة عبر البلاد ولم يستمتعوا بوقتهم أبداً. كل هذا يرشح إلى التراب، وهذا أمر قذر أبدأ به عمل اليوم، وهذا مقزز. تخلق السيارات هذه المشكلة، وأنا سأقوم بحل هذه المشكلة. سأستخدم سيارة لأصنع آلة غسيل وتجفيف ملابس. عادة تزود الغسالة بمحرك كهربائي، لكن بالنسبة لي فإن محرك في ثمانية الأمريكي الذي يعمل بالوقود سيكون مناسباً. شريطة أن يعمل. يمكنني أن أتجول وأفتح أغطية محركات السيارات وأصدر الأصوات المعتادة التي يصدرها الشبان الأمريكيون وهم يتفقدون السيارة. هؤلاء الشبان يجهلون ما يفعلون. أو يمكنني أن أنظر فحسب. والعجلات المدفونة؟ هذا سيء. قد أفتح الغطاء وأصدر الضوضاء مع سيارة بهذه الحال. هذه السيارة أصبحت أشبه بحوض زراعة أكثر من سيارة. تعجبني هذه السيارة. العجلات نظيفة وما زالت قاسية. سأحاول أن أجربها. الآن علي أن أقوم بتشغيلها. لم يحالفني الحظ. ما زلت أملك المهارة لتشغيل أي سيارة بدون مفتاح، لكن الرقابة لا تسمح لي أن أريكم الطريقة. لقد تم تشغيل محرك السيارة. رائع. لما لا أركب السيارة؟ أنا سائق من نيويورك، لا أملك رخصة قيادة. أظن أن هذا ليس للخلف. سأجرب ثانية. أبطأ سارق السيارات. حسنا، تسير بشكل انسيابي بسرعة 5 كيلومترات في الساعة عبر مساحة مفتوحة. هذا جزء السيارة الذي سيصبح الغسالة. سأجلب برميلاً أو أسطوانة تتسع لكمية كبيرة من الغسيل المتسخ جداً، وأثبتها على العجلة بالبراغي. في ساحة خردة السيارات توجد كمية وفيرة من البراميل التي كانت تستخدم لوضع الزيت المستعمل. سأستخدم هذا البرميل كحوض الغسيل لأضع فيه الملابس المتسخة. سأركبه على المحور الخلفي كي يدور. إن كان الحمل غير متوازن وإن لم يكن البرميل في المركز سيتفكك الجهاز بأكمله ولن يكون لدي غسالة.
الغسالات المنزلية التي تفتح من الأعلى فيها حوض داخلي لوضع الملابس وحوض خارجي للماء. أما غسالتي فتفتح من الجانب. الحوض الداخلي للملابس هو عبارة عن برميل تم تركيبه بشكل جانبي على محور السيارة الخلفي. سأجد حوضاً أكبر للماء عندما أشغل محرك السيارة. سيعمل البرميل على تدوير الماء وينظف الملابس. حسناً، ركبت برغي المحور الأخير. قد ينجح أو يفشل ذلك، وإن فشل قد يفشل بشكل هائل جداً. وإن كنت لا أبحث عن العظمة فلما أنا هنا؟ أجل، هذا لك أيتها الأوساخ. حسناً، سأعشق المسنن لأرى ما يحدث. حسناً، إذن بدأت تعمل بشكل بطيء. ترفع الملابس وتدورها وثم تسقطها هكذا. تخلطها كما هو متوقع من غسالة تفتح من الجانب. يجب أن يمتزج كل شيء معا ويصبح كل شيء مليئا بالرغوة. وثم دورة التجفيف. أوه تبا. إن غسالتي المزودة بمحرك سيارة أقوى مما أردت حتى. أوه تبا. من النادر أن أقول إنها قوية أكثر من اللزوم، لكن هذه هي الحال الآن. لقد انفصل حوض الغسيل عن المحور. هذا سيء. يبدو أنه بينما كان يدور بشكل غير متوازن توسعت الثقوب وانفصل البرميل عن المحور بينما بقيت البراغي على العجلة. بسبب طول البرميل لا يكفي أن أدعمه من هنا فقط، أحتاج إلى المزيد من الدعم. ربما من الأفضل أن أضع محورا هنا أيضا، وبذلك يكون مدعما من الطرفين متوازن. سيتم التعويض عن ذلك إن كان يهتز. يجب أن أضيف قطعة معدنية إلى هذا الطرف، ولهذا أحتاج إلى آلة لحام. أحتاج إلى 3 أجزاء من قضبان اللحام وتكون موجودة في شاحنات السباكة القديمة. حصلت على قضبان اللحام، والآن أنا بحاجة إلى بعض أسلاك الرصاص. رائع، كابلات ربط البطارية هدف سهل. إن أساس آلة اللحام هو مصدر طاقة يعمل بالتيار المباشر. إن كنت بحاجة إلى مصدر طاقة يعمل بالتيار المباشر، فهذا مصدر طاقة بالتيار المباشر. كي أعرف أين هي البطاريات، أنا بحاجة إلى فاحص بطاريات. إن وصلت أسلاك المصباح بالبطارية وأضاء، فالبطارية تعمل بشكل جيد، وإن لم يفعل فهي معطلة. أنا أبحث عن بطاريات تعمل. يبدو أن حيواناً ضاراً قد بنى عشه هناك. ومن الواضح أنه لا يملك كهرباء وليس مهتماً باللحام أيضاً، لذلك سأستمر بالبحث. وأخيراً وجدت بطارية تعمل. واحدة، لكن واحدة لا تكفي. أحتاج إلى 36 فولت من أجل آلة اللحام، أي لثلاث بطاريات ولا بطارية. هذه الثانية. أصبح لدي 3. أو أصبح لدي آلة لحام، لكنها بحاجة إلى التجميع. سأوصل البطاريات على التسلسل فتصبح مصدر طاقة واحدا. أوصل كابل الربط بأحد طرفي البطاريات ليعمل كسلك التأريض، وأوصل الكابل الآخر بقضيب اللحام. عندما أقوم بملامسة القضيب إلى قطعة التأريض سأحصل على تيار عالي الشدة وهو قوي كفاية لصهر الفولاذ، وعندها أبدأ باللحام. حسناً، أنا جاهز. لدي قضيب لحام، فلنرى إن كان يعمل. حسناً، إنه يلحم. الضوء ساطع جداً ويتعب العينين. يجب أن أحل هذه المشكلة. إن اللحام يشبه النظر مباشرة إلى ضوء الشمس،
رأيت السيد شمس يرتدي نظارة شمسية في العديد من الصور. عادة يوجد في خوذة اللحام زجاج كامد لدرجة أنك لا تستطيع رؤية شيء من خلاله حين تمسكه بشكل عادي. ثلاث قطع من زجاج فتحة السقف، هذا قناع اللحام. إنها قوية بما فيه الكفاية لأضعها أمام وجهي وأحدق في الشمس بشكل مباشر. رائع، هذا ينفع. سألصق الزجاج عليها. هذا كافٍ، وستصبح لدي خوذة لحام مصنوعة من الخردة بشكل كامل، وفيها رباط للسلامة. حسناً، سأبدأ اللحام. سألحم ذراع التوازن بحوض الغسالة، حيث ستمنع الحوض من الانفصال عن المحور عندما ينتقل إلى دورة التجفيف بالدوران. حسناً، هذا جيد. ذراع التوازن في مكانها، يجب أن تعمل. سأضع هذه هنا كي تبرد. حان وقت اللمسات النهائية على الغسالة. لدي قطعة قماش ستعمل بمثابة بطانة ستبقي الماء في مكانه، ولدي ماء. رائع، لدي هنا كل قطع الغسالة. رائع، لم يتبقى الآن سوى القيام بغسل الملابس، لكن عندما أنتهي ستكون مبتلة. بالرغم من وجود ما يكفي من الشمس لتجفيف الملابس، لا أريد أن أعلقها على حبل غسيل مثل مزارع، مثل فلاح. أريد آلة تجفيف ملابس. بعد قليل آلة تجفيف هكت. أجثو على صخرة. لما توجد صخرة هنا؟ نصفها سيارة ونصفها الآخر قاذفة لها. أجل! صنعت غسالة قوية باستخدام محور سيارة، لكن لا أريد أن أجفف ملابسي في الغبار. أريد آلة تجفيف ملابس حقيقية. إن أساس صنع آلة تجفيف ملابس هو تدفق أكبر قدر ممكن من الهواء بين الملابس، ولذلك علي أن أحدث الكثير من الثقوب في البرميل. ولكن يجب أن تشكل الثقوب من داخل الحوض إلى الخارج كي يبقى أملس ولا يمزق ملابسي. الحل يأتي من الخردة كما هو الحال دائما. لدي جهاز رفع ومذراة أيضا. سأدمج الأداتين معا وأحصل على مذراة رفع قوية. عند وصلهما معا أفتح جهاز الرفع داخل البرميل فيثقبه إلى الخارج بأربعة ثقوب كل مرة. هل سيتمكن اختراعي من اختراق البرميل؟ نحن سنعرف الآن. ما رأيكم، هل يمكن أن ننجح؟ لابد أن تنجح، لابد. فكروا في الأمر. حسناً، مذراة الرفع متماسكة، فلنرى إن كانت ستثقب البرميل. أجل، نجحت. تظهر مذراة الرفع قوة همجية، لهذا السبب تخشاها الروبوتات أيضاً، لأنه حتى الروبوتات المصنوعة من التيتانيوم تعرف أن قوة مذراة الرفع البطيئة والثابتة تحطمها إلى قطع. عليها أن تخشى تحطيمها. لقد تحول من برميل عادي إلى حوض تجفيف مزود بثقوب متباعدة بشكل متساو. رائع، سيتشكل لدي تدفق جيد للهواء. هذا رائع، سيجعل الماء يتبخر. وهناك شيء آخر يبخر الماء بسرعة وهو الحرارة، ومن أجل ذلك علي أن أقوم بأمر خطير وهو أن أجلس خلف عجلة القيادة. لن تعمل الحرارة الصادرة عن عادم السيارة على تجفيف ملابسي فحسب، بل ستمنحها عطر غازات المحرك المنعشة. يمكنني أن أحصل على الحرارة من أنبوب عادم السيارة، وسأستخدم تلك الحرارة التي يهدرها المحرك لتجفيف ملابسي بسرعة. كي أجفف ملابسي بسرعة خارقة، يجب أن أواجه بعض الخطر. سائل تشغيل السيارة سيعمل هذا على تحويل آلة التجفيف الوديعة إلى قاذفة لهب عنيفة. إذا وضعت سائل تشغيل السيارة على مذراة الرفع، سأحصل على قاذفة لهب جيدة.
في آلة تجفيف الملابس المنزلية يولد موقد يعمل بالغاز هواء ساخنا لتجفيف الملابس، أما في آلتي فأحصل على غاز العادم الساخن من سيارة أخرى، ولكي أزيد الحرارة سأصنع قاذفة لهب تعمل على تسخين آلة التجفيف إلى حد كبير. حسنا، فلنرى إن كان سيعمل. حان وقت الحرارة. نجحت. وداعا لكآبة يوم الاثنين، أصبح غسيل الملابس ممتعا. حسنا، والآن تم تركيب وتجهيز النظام وملابس متسخة. إن كنتم تتساءلون، لدي بالفعل عدة قطع متشابهة من أجل البساطة. والآن لحظة الحقيقة. أوه، كدت أنسى، مسحوق الغسيل، سائل غسيل السيارات مناسب. أنا لا أعرف أن أحسب النسبة بين غسيل السيارة وصندوق الشاحنة إلى حوض غسيل. لدي كمية صغيرة من الغسيل، لكنه متسخ جدا. هذا كاف. حسنا، إنه يدور. تم وضع الملابس، حان وقت تشغيل الغسالة الخارقة بعد قليل. انتهيت من صنع آلة غسيل الملابس وتجفيفها باستخدام قاذفة لهب، والآن حان وقت الغسيل. قد يندفع النظام بأكمله إلى الأمام، وعندها سأعبر هذا التل على ظهر آلة الغسيل والتجفيف وأنا أصرخ. سأحصل قريبا على ملابس نظيفة باستخدام قوة مذراة الرفع المضادة للروبوتات. حسنا، أنا جاهز للتشغيل. جيد، حان وقت دورة الغسيل. يتم رفع الملابس حتى تصل إلى الأعلى ومن ثم تسقط. إنها تخلطها بنفسها وتمزج الماء مع الصابون فتزول الأوساخ. أرى أن الماء بدأ من الآن يكتسب لونا رماديا مقلقا. آمل أن تكون هذه القذارة الرمادية آتية من البنطال من الخارج وليس من الداخل، لكن قد تكون هذه مجرد أمنية. ربما بالغت في وضع سائل غسيل السيارات، لكن يمكنني تدارك ذلك في دورة التشطيف. حسنا، أنا جاهز لدورة التشطيف. دورة التصريف تعمل. هل يعد التصريف دورة؟ حسنا، حان وقت الغسيل. أنا أقوم بشطف الملابس بالماء. هذا ما أحصل عليه نتيجة عدم قياس كمية منظف الغسيل بشكل صحيح. تم تشطيف الملابس بالقدر الكافي. حان الآن وقت دورة التجفيف بالدوران، وهذه هي الدورة التي يمكن خلالها أن يطير النظام بأكمله ويجعلني أركض مسرعا. هذه هي السرعة البطيئة. حان وقت زيادة السرعة. أجل، دورة التجفيف. يحول هذا دون الحاجة إلى فتح الجزء العلوي بصعوبة. إنها حركة عبقرية جدا. إن مشاهدة طرف الغسالة مشوق ومخيف للغاية أيضا، ما يجعله ممتعا. أعتقد أن هذا هو ما ينقص مغاسل الملابس، الخوف من الموت وقطع الرأس. ما نتيجة دورة التجفيف المرعبة؟ قبل أن أبدأ بتحليل دورة التجفيف، انظروا، ربما هذه أنظف حالات هذه الملابس، ولها رائحة السيارات المغسولة المنعشة. وبالنظر إلى كمية الماء التي كنت أسكبها في الحوض، عملت دورة التجفيف جيداً. وبما أنه لا يوجد مصدر حرارة في هذا الجزء، فقد غسلت الملابس بالماء البارد، وهذا مهم لغسل الأقمشة الرقيقة. حان الآن وقت التجفيف.
علي أن أضع الملابس في آلة التجفيف. أخشى أن تتسخ، لقد غسلتها توا وبدأت تتغبر. أضع الملابس في آلة التجفيف. تم الإغلاق بإحكام. حسناً، الآن سأملك قوة التجفيف. حسناً، ابدأ. إنها تتقلب وتطفق الهواء الكبير. حان وقت التجفيف. ربما هناك طرق أكثر فاعلية، لكن لا توجد طريقة أكثر إمتاعاً لتجفيف الملابس من استخدام قاذفة لهب. يفترض أنها جفت الآن. إنها دافئة، ستكون ممتعة في يوم بارد. ما زالت رطبة، قد أحتاج إلى وضعها لمدة أطول في آلة التجفيف، لكنها أصبحت نظيفة عبر وضعها في آلة غسيل وتجفيف ملابس مصنوعة من الخردة. هذا مذهل. حان وقت تغيير ملابسي. سأرتدي ملابس نظيفة وربما ستتسخ من جديد. ماذا؟